استاذ رامز، في مرة سرقت الولد، في مرة سرقت الولد. وين شفتيها؟ وين راحت؟ هربت لبرا. الو الو، اسمعني منيح، ما تتعذب وتقدم دعوة ضدي. انا اخذ كل احتياطاتي. رجعي الولد نسرين، رجعي الولد احسن ما تندمي على النهار اللي خلتي فيه. ما تحلم، ما رح تشوفه بحياتك. هيدا كسر وخلع وسرقة، والقانون رح يحاسبك عليها. سرقة وحدة ما بتكفي، انطور مني سرقة تانية. بكسر ايدك وليه؟ اذا قدرت ما تتأخر، لاني ناوي اكسر قلبك وعيشك بالجحيم. ليك ولي، إذا ما رجعت الولد. ألو ألو ألو، سكرت الخط الخبيث. ماتر نجيب، بدي ابني اليوم، اليوم قبل بكرة، بأي وسيلة بأي طريقة. أنت محامي بتعرف شو لازم تعمل.
طمن، أنا قادر أوقفها وأحطها بالحبس خلال 24 ساعة. 24 ساعة كتير متر، بدي إياك تتحرك هلأ وتتصرف بسرعة. أولاً بدي إياك تروق وتهدي أعصابك، تفهم عليك وتفهم علي. ما رح روق متر قبل ما يرجع لي ابني. كيف فاتت على البيت؟ كسر وخلع؟ نعم، من شباك المطبخ. عظيم عظيم، المهم صارت أسهل. أخذت شي تاني من البيت؟ لا، بس قالت ناوي ترجع، قالت لي حرفياً سرقت شي بدي أرجع مرة تانية. يعني تهديد؟ طبعاً. كتير منيح، أكيد كان مع سيارة. سيارة بالأجار. أخذت الرقم؟ نعم. أي متى رح تتحرك؟ هلأ بالإذن. الله معك. هذه السيارة لكم؟ نعم سيارة لنا. بدي اسم المستأجر والعنوان. نسرين وديع الحداد، رخصة تسويق خصوصية 86-60-90، العنوان شارع بدارو بناية النجمة طابق الثالث غربي. السيارة ما معها؟ رجعتها اليوم الصباح للأسف. نعم. بونجور مدام. بونجور. نحن من دار التحرر. شو بتريدوا؟ بيت مين هون؟ بيت ابني. ممكن نحكي معه؟ ابني ومرته مسافرين، ما في غيري بالبيت. عندكم ست اسمها نسرين وديع الحداد. مين؟ نسرين وديع الحداد. يي، هي أول مرة بسمع بهالاسم. معنا إذن تفتيش البيت، بتسمحي لنا؟ اي اهلا وسهلا، تفضلوا. ليه ما حاطين اسمكم على الباب؟ انا شلته، ابني نايم وحضرتك تفهم كفايه. نعتذر منك مدام، غلطانين بالشقه. هو لا يهمكم، اهلا وسهلا. بالاذن. تفضلوا. نسرين وديع الحداد هالمره بدها قليله. قدرت تضيعنا. دايرة التحري، معنا أمر النيابة العامة لتفتيش البيت. بنتك وين؟ تفضل فتش، نسرين منا موجودة. منا ساكنة معكي؟ لا، ساكنة لوحدها. شو بيظهر الخواجة رامز محضر لها شي مقلب؟ بكفي بقى، عذبها كتير، حلنا تخلص منه ومن عذابه. نصيحة مدام، خلي بنتك تسلم نفسها. تسلم نفسها؟ ليش بنتي شو عاملة؟ لو ما عاملة شي مطلب مني وقفها. بنتي ما بتعمل شي برات القانون، هيتو اللي اسمه رامز ناوي على الشر. ما في حدا. وين ساكنة بنتك؟ صدقني ما بعرف، تركت البيت من شهر وقال ناوي تسكن لوحدها. نصيحة مرة تانية، خلي بنتك تسلم نفسها. شو عاملة ماما؟ تحريكة نوعنا بالبيت. ما تخافي ماما، ما تشغلي بالك فيي، روقي أعصابك، أنا ما عاملة شي. إذا ما عاملة شي ليه بدهم يوقفوكي؟ اسمعيني ماما، ما بدي ينشغل بالك أبدا، وما بدي تتصلي فيي أبدا، أنا ببقى بتصل فيكي مرة تانية. أوكي باي. يا ربي شو قصة هالبنت؟ شو صاير معها؟
اللي وقت طويل نطق على اعصابي، وقفوها ولا بعد؟ بين ساعة وساعة بيوقفوها، بيرجعوا الولد، تفضل ارتاح. ما لازم يوقفوها بس، لازم يحبسوها. أكيد. أنا رفعت دعوة ومشي فيها للآخر. قديش حابب شوفها بالحبس حتى تتربى؟ بعدك، هيدا اللي رح يصير. من خمسة أيام وأنت بتوعدني، ولهلا ما صار شيء. البلد صغير، إبري ما بتضيع فيه. عم يفتشوا بكل الأوتيلات والشقق المفروشة والفوية. ألو؟ مين؟ إيه لحظة. ناتر إلك. ألو. شكراً شكراً. من يومين طلعت باسبور للولد. يعني بدها تهرب من البلد؟ حسب الفيزا، في فيزا بتتأخر. مع جنسية كندية. هلا عم تقلي يا مسيو رامز؟ هلا عم تقلي؟ لازم أعمل إجراءات منع السفر حالا. الست اللي عم تسأل عنها تركت اليوم الصبح. كان معها ولد صغير؟ طفل عمره حوالي سنة، أكبر أو أقل بشوية. عندك شي معلومات تانية عنها؟ لا أبدا، نحن بناخذ الهوية بالكامل وبس. بدي منك إذا رجعت تتصل فورا بداية التحري. حاضر. أنا أمها لنسرين حداد. شو عاملي بنتك؟ التحري عم يسأل عنها. هي وين؟ تركت الشقة. لوين راحت؟ عادة ما بنسأل حدا. اسم مرة تاني من فضلك كوميسار. نسرين وديع الحداد، رحلة رقم 210 بيروت، باريس موريال. طيارة صارت بالجو. بالخدمة كوميسار، تكرم. ماتر لازم تعمل شيء، أنا مش ممكن استسلم، لازم تعمل شيء، أنا قادر طلب الدنيا على راسها. فات الأوان يا مسيو رامز، فات الأوان. لا يمكن أبداً إني أسمح لمرة تدمر لي حياتي وتحرمني ابني. أنا رح بلغ وزارة الخارجية، لجنة المغتربين والسفارة الكندية، أنا بدي ابني بأي وسيلة، بأي طريقة، بأي ثمن. لازم تعترف بالخسارة. نسرين كندية، والست بكندا عندها حق الحضانة. أنا بيو. وهي أمه. أنا الوصي الشرعي. أنا وياك بنعرف إنه التهمة باطلة. نسرين لا بتأذي ولد ولا بتضرب ولد ولا بتهمه الولد. المهم ربحت الدعوة. ربحت الدعوة بشهود الزور. هلا أنت معي ولا ضدي؟ ولا شو؟ ناوي تتركني نص الطريق؟ نسرين ما عادت برتك. أنت طلقتها وصارت غريبة عنك. بعتذر ما قدر ساعدك بشي. أنا الوصي على الولد. أنا رح روح على كندا وأرفع دعوة عليها هنيك. بنصحك ما تروح. إذا ثبت إنك كنت تأذيها تضربها وتعرض حياتها للخطر بيحبسوك. سمعت انك لبنانية. وواضح انه انت كمان لبناني. صار لك زمان موظفة هون؟ صار لي شي 4 سنين. انا موظف جديد. كمان واضح، هي أول مرة بشوفك فيها. مبسوطة بكندا؟ يعني مرتاحة. ابنك حلو اسم الله. ميرسي، هيدا من ذوقك. أنا ما عندي وليد. مجوز؟ أرمل، مرتي ماتت بالحرب، رصاصة طايشة. الله يرحمه. شكرا. وأنت؟ أنا مطلقة. أنا قلت هيك.
أنا ساكن بمنطقة كلها لبنانية، مطاعم، المحلات التجارية، محلات الشاورما، الفلافل، المناقيش، لكن للأسف من وقت للتاني بحس بالغربة. طبيعي، بس ليش ما بترجع على لبنان؟ بتعرفي ظروف الشغل بالبلد صعبة، هون الحد الأدنى للأجور 12 دولار بالساعة. أنتي ناوي ترجعي؟ لا، أنا ما رح أدعس الأرض اللي فيها رامي السلوان. مين رامي السلوان؟ جوزي السابق. بيظهر الخلاف كبير، إيده طويلة ولسانه زفر وقاسي. كان يضربك؟ كتير، فتت على المستشفى عدة مرات. بليز ما تسألني شي عن الماضي، أنا ما عرفت كيف خلصت منه. لازم أنسى، لازم أنسى. عفوا، بعتذر. بالنهاية أنا مرة واقعية وعندي ولد لازم ربي. نربي سوا. نعم، مثل ما سمعتي، أنا كمان بيهمني الحاضر ما بيهمني الماضي. تتجوزيني؟ اف بهالسرعة؟ أعطيني وقت حتى أفكر. حاضر، معكي بس دقيقة، فكري وجاوبيني. كله بسرعة، رح تتأخر على المدرسة. طالع على بالي أتعرف على بي. لما بصير عمر 18 سنة بصير حر وقادر أتصرف بدون رقاب. ما فهمت، شو ناوي تعمل؟ ناوي أسافر على لبنان. كيف بدك تتركني لوحدي ماما؟ ما فيك تسافر أبدا. بتعرف على بي وبرجع. بيك؟ وشو اللي بيضمن لي انك رح ترجع؟ لاني بحبك وبحب عمي. قول بابا. انت مش بابا، انت زوج امي. تكملت استاذ. الحمد لله على السلامة يا خواجة. مرسي. بتعرف شي اوتيل رخيص؟ اوتيل يا خواجة؟ شي 3-4 نجوم. منك رايح على البال؟ لا. خير يا خواجة؟ كله خير. بدك ما تواخدني يا خواجة اللي مثل حضرتك بينزل بأوتيل 5 نجوم وبياخد سويت، ما بينزل بأوتيل 3-4 نجوم. 4 نجوم كتير منيح لالي. نعم؟ ليه وقفت؟ مشي؟ حاضر.
أول مرة نلتقي بالشارع، كيفك اليوم؟ طبيعي نلتقي أول مرة. مين حضرتك؟ مش وقت مزح هلا. امبارح ما قدرت كفي السهرة، بعتذر منك. شوفك اليوم عشية. مين؟ افتح، جاي ادفع لك اتعابك. أكيد مت. ما توفقت. قلت لي الإصابة مضمونة وموته أكيد. حظ. مكتوب له يعيش كم يوم بعد. قد إيه كم يوم يعني؟ جمعة؟ شهر؟ سنة؟ في ناس عمرهم طويل. قصر لي عمره قد ما بتقدر. منافس تجاري؟ أنا ما بحب الأسئلة. ما هيقته غني، نازل بأوتيل 4 نجوم. ما تخلي غيب عن عينك. بعرف شغلي. لازم تعرفه منيح إذا بدك أتعابك. طمني، مبلغ كأنه صار بجيبتي. هيدا إذا كملت شغلك، إذا لا عنده كتير غيرك لهالمهمة. ليه أنا إذا عنده كتير غيري؟ إذا بدك الشغل يمشي لازم أعرف. وليه اخترتوني أنا لحتى أخلصكم منه؟ كم مرة صرت شايفه؟ قليل. ما بده حدا من رجاله أو رجال غيره يشوفوه. أنا وأنت بس. غير هيك بصير عنده 100 سؤال وسؤال. بيظهر ثقته فيك كبيرة. قريبا رح نتجوز. لحظة.
معمل القماش انخفض انتاجه 1.5%، انتاج المعلبات الغذائية 0.50، معمل الحديد 1.5، شركة الاستيراد والتصدير 3%. إذا بقينا بهالوضع يعني زلزال اقتصادي ومالي رح يسيبنا كلنا، وإذا الشركات أفلست يعني رح تخسروا وظائفكم. بحب أكد لك إنه ما في ولا مدير منا مصير بواجباتهم. الأزمة عالمية وانهيار الأسهم والبورصات بنيويورك أثرت علينا وعلى غيرنا. ما بدي حدا يعطيني وعظات باللي صاير برا واللي عم يصير عنا. بدي كل واحد منكم يحمل معمل والشركة والمصنع المسؤول عنه. تعرفي حضرتك اعتمادنا على السوق المحلي والأسواق العربية، محليا القوة الشرائية ضعفت، وخارجيا استيراد خف بنسبة كبيرة. هذا الاشي ما عملنا للنقل، هذا الاشي ما لحتى تلاقوا حل، واللي مش قادر يلاقي حل يقدم استقالته ويترك المجال لغيره. الأفضل لو نعتمد المضاربة بالسوق ونخفض الأسعار. لازم نخفف عدد الموظفين والعمال، هذا الحل عندي. صح، زيادة الإنتاج، تخفيض الأسعار، تكثيف الدعاية. يا جماعة قبل ما نعتمد أي حل جديد لازم نتأكد أنه الصين، ماليزيا وأندونيسيا وغيره ما رح يضربوا بالأسعار. في حل تاني أنه نخفض عدد الموظفين. ألو، السمك موجود بس الجو منه مناسب للصيد. أنت وين؟ أنا بمسبح بالجي. أيدي عندك العنوان. أنا بمسبح الجولدن سانس. الدنيا بكيل المسبح تقريبا فاضي. أنا ما بحب أشتغل إلا بالعجل، هيك بعمل شغلي على السريع وبضيع بين الناس. طيب بلاها اليوم. رئيس مجلس الإدارة كلنا بنعرفه وبنعرف أطباعه وأخلاقه. إذا فشلنا ما رح يرحم حدا منا. كملوا اجتماعكم واتفقوا على رأي واحد. هاي امبارح ما شفتك بالكازينو. كازينو؟ كازينو دي ليبان. ناوي زورو. تزورو؟ ما انت هونيك ليلية. انا؟ ليلى خليني اشوفك. باي. خواجة شرفنا. ميرسي. أول مرة بتزورنا بهالمسبح؟ صحيح، بس ناوي زوركم على طول. شرف إلنا يا خواجة، بيي كتير بحبك. بيي؟ نعيم كان شوفير عندك.
هيتك معروف كتير. عشت كل حياتي بكندا، ما بعرف من وين كل هالناس بتعرفني. هاي انت بتعرفني؟ سؤال سخيف. جوابك اللي سخيف. من وين تعرفني؟ اترك ايدي، اذا فعلا نسيتني روح شوف حكيم نفساني. ناوي تبقى كتير بهالبلد؟ حسب. وعلى اي اساس عامل حساباتك؟ كندا بارده وقاسيه، هون الواحد كانه عايش بالجنه. يعني ممكن تبقى؟ ما بعرف. انا جاد، جاد سلوان. حضرتي لشو بدك اسمي؟ معرفي انسى. الو اخت علي، شو صار معي؟ انت مين حبيبك؟ انت واحد بلا تهذيب، تليفون مش هطق لحالك وتسليم. الو ما تسكري حبيبتي، عم بتصل فيك بقلة صغيرة، بحطوها بالتليفون بتغير الصوت، بقلوا لها فويس تشينجر. شايف لو مرقم كثير كنت بفرجيك قيمتك، ما بدق على امي احنا صار معك كلام ما بيعجبك. يقطع عمرك عمر هالضحكه. انت واحد دمك تقيل ومعقد وغليظ، وانا ماني فاضي للسخيف قلة العقل. الو الو كرن، اتصلي فيي حتى تتاكد اني حبيبك. اتصلي هلا، بدي اجرب هالصوت معك كمان مره. نعم. أنا إنسان نظامي، ما بحياتي عملت شيء ضد القانون. مهما حاولت تتخفى وتتخبى، نحن قادرين نعدلك أنفاسك نفس نفس. أنا ما ارتكبت أي خطأ. بعرف. أنت أذكى إنسان عرفته بحياتي. لكن الذكاء له حدود. يوما ما رح توقع وبين ايدي انا شخصيا. بأي تهمة؟ انت بتعرف وانا بعرف. ناقصني خيط صغير. خيط صغير يكون الدليل. ما قلت لي شو التهمة؟ استغبيني؟ لا، صدقني. ليه اخذت اوضة بوتيل اربع نجوم؟ مشان مرتاح هونيك. نحن فتشنا الغرفة منيح. للأسف لهلأ ما في أي دليل. دليل على شو؟ بلا شطارة. يا حيوان استحي على دمك، عندي شغل.
برافو عليك، اخيرا صدقتيني. هيدا انت؟ ايه هيدا انا. شو عملت مع الشاب اللي وصل من كندا؟ ليه عم تحكي لي بهالصوت؟ جاوبيني بالاول، شو عملتي؟ شفته على البحر وحكيت معه، بس الظروف ما كانت تسمح نفس طلبك. يعني بعده عايش؟ لهلا. هيدا الصوت ما حبيته ابدا، جو احكيني بصوتك العادي. اليوم ورايح ما راح تسمعي على التليفون غيره. هيدا الصوت بخوف كتير بشع، كأني عم بحكي مع رجل آلي او مع شي حدا نازل من الفضاء. احكيني بصوتك، انا بحب صوتك. ليه ناوية تسجلي لي؟ شو قلت؟ ناوية تسجلي لي صوتي حتى يكون في مأخذ واثبات وبرهان ودليل تستعملي ضدي بيوم من الايام. عيب هالحكي، عيب عن جد، عيب هالحكي. انا بحبك ومغرومة فيك، وقريبا رح صير مرتك. الايام علمتني اكون حريص وما امن حتى لنفسي. انا حريصة عليك اكتر ما انت تكون حريص على حالك. كلفتني بجريمة وانا قبلت لاني وفية وبحبك وبدي ريحك منه. شو بعد بدك اكتر من هيك؟ الايام ما لا امان، خايف يوما ما تغدريني. يا ما ناس حبيت وتجوزت وبعدين صارت بالمحاكم حتى ينتقموا من بعضهم. انا افضل اني موت على اني سجل لك صوتك او خونك. بعرف، وانا كمان بحبك وراح نلتقي كتير. راح تشوفيني وتسمعيني، تسمعي صوتي الطبيعي. بس من هلا ورايح هيدا الصوت اللي راح تسمعيه على التليفون. لأمتى؟ لبعد ما تخلصي منه. ساعتها ما بقعد خاف حدا يسجل لي صوتي. باي عمري عندي شغل. انا بأمن لك على حياتي وعلى روحي، ليه انت لا؟ استحي على حالك، مش عيب عليك تسرق ميت؟ معك حق، هو فعلا عمل مش اخلاقي ابدا. انا بعتذر منك. كان لازم تجيب زورك معك، الا اذا كنت بخيل على المرحوم او المرحومه لهالدرجه. بيي مات قبل ما اشوفه. بعتذر منك مرة تانية. ميرسي مدام، ميرسي.